بص الامارات عملت ايه، بتحاصر قطر وبتقاطعها وما زالت بتوالي اليهود. الامارات دعمت السيسي في انقلابه على مرسي. الامارات دعمت حفتر ضد الاخوه في ليبيا. الامارات خربت اليمن هي والسعوديه. الامارات بتمول 33 منظمه معاديه للاسلام. الامارات دعمت الحمله الفرنسيه ضد المسلمين في مالي ماليا وعسكريا. وكان الرئيس الفرنسي قد قال في وقت سابق أن الإمارات ستقدم دعما ماليا للعمليات الحربية في مالي، وأن تعاونها سيشمل أيضا استخدام قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي. بعد افتتاح الكنائس في الإمارات، تم وضع حجر الأساس للمعبد الهندوسي الأول في أبوظبي. ده أكبر معبد هندوسي خارج الهند. الإمارات تقلد رئيس وزراء الهند أرفع وسام اللي بيقتل المسلمين في كشمير، واللي خدوا مسجد بابريك وقلبوه معبد. وزير خارجية الإمارات بيهنئ الكيان الصهيوني برأس السنة العبرية. تلفزيون الإماراتي بيستضيف ملحد مجرم بالصوت والصورة. النجس ده بيقول إيه؟ بيقولنا بالضبط كده: الإسلام لا عقل فيه، والإسلام بلا ثقافة، والإلحاد خطوة أساسية في التحول الاجتماعي والثقافي. طيارون إماراتيون يتدربون مع طيارين إسرائيليين. مستشفى في أبي ظبي حاطين، بدل ما يحطوا آية قرآنية وده مستشفى بالشفاء، حاطين بعض عبارات من الإنجيل. طب كفاية، أنا بتاع مليان والله، شفت قد إيه؟ بس أنا عايز أوصل بقى، مش أنا اللي هحكم، إحنا عايزين العلماء الأفاضل يحكمونا.